سأطلب معكم الآن قارورة عبوة ماء زمزم من مصنع ماء زمزم. هكذا يتم طلب عبوة ماء زمزم بإدخال رقم هوية المقيم أو المواطن أو الزائر عن طريق رقم جواز السفر. ندخل رقم البطاقة 1047، أيضا الرقم 8043396، ثم ندخل الرقم. بهذه الطريقة أكون قد طلبت عبوة ماء زمزم، ثم أتجه إلى الشباك من أجل استخراج قارورات ماء زمزم. رسائل الحرمين إخلاص ويقين. وصل دوري، الشباك رقم 8. بالعالمين لله رب العالمين. السلام عليكم، هذا رقمي. كاش ولا بطاقة بنكية؟ بطاقة بنكية. لحظة، تفضل. أسحب 8 قارورات. أيوة. بهذه الطريقة أكون قد استلمت عبوات ماء زمزم، لكن استلام القارورات يكون في خارج هذا المصنع، مصنع ماء زمزم. يا من بناك نبي الله خليله بطيبة رسائل نور أشرق رسائل حرام. إذن سأستلم عبوات ماء زمزم من الشباك الخارج بالاستلام. لعفو رب الأكرمين. يا بيتا عز به نبينا وظلال نوره أنار به قلوبنا. بهذا الكودبار سأطلب الآن عبوات ماء زمزم الخاصة بي. كما تشاهدون 20 عبوة، تم فتح الأبواب واستلام العبوات الآن. عندي 20 عبوة، أستلم 20 عبوة من ماء زمزم. قلوبنا رسائلنا من مكة تكرر. خلاص، تم استلام عبوات ماء زمزم. هذه هي المرحلة الأخيرة التي يستلم فيها سواء المقيم أو الزائر لبيت الله الحرام عبوات ماء زمزم بعد استخراج ماء زمزم بتكنولوجيا متطورة كما شاهدنا في هذا التقرير، دون تدخل العامل البشري.